رجعنا تاني، صوت واضح جميل. اوكي طيب، محتاج بقى السؤال ده كده يركز معايا، يعني السؤال ده سؤال بونص انا عارف، بس يعني لو فهمت ده تاني هيبقى سؤال ممتع جدا للذكر. اوكي سؤال لطيف وظريف وليه علاقه بالسكيورتي والهاكينج، وازاي ممكن الواحد يعمل هاكينج، وازاي الويكنس بتاعت البرامج والحاجات دي. فهو ان شاء الله سؤال very interesting، وان شاء الله يعني ناخده كده واحده واحده ويكون مسكين سكيل. طيب هنقرا السؤال مع بعض واحده واحده كده، ركزوا معايا. خلاص، the following Java classes all part of security packages. انا هنا عندي كلاس اسمه يوزر، اليوزر دوت عنده نيم وباسورد. اوكي كلاس سيمبل جدا، معروف كونستراكتور بياخد النيم والباسورد نحطوه في كلاس يوزر. فكلاس يوزر كده ما فيهوش اي مشاكل، كلاس بسيط فيه تو اتريبيوت بس نيم وباسورد. معروف كلاس اسمه لوجن اكسبشن بيكستند ران تايم اكسبشن، ومعروف عنده اليوزر، والكلاس دوت بياخد تو انبوت كونستراكتور المسج واليوزر اللي حصلت له المشكله ديت، وهو بيطبع بيحط اليوزر اللي داخل ده بيحطه بيخزنه عنده في البروبلم ايميت يوزر، بيخزن اليوزر على مشكله في البروبلم ايميت يوزر. اوكي المسج ديت لما اقول سوبر دوت مسج، المسج دي هي اللي هتطلع، فهنا ببص المسج اللي انا ببص هنا للران تايم اكسبشن مسج، المسج دي هتطلع لو كان في ايرور. لحد كده يا شباب معايا؟ ركز بس في السؤال ده معايا يا شباب؟ لحد كده معايا يكتب واحد. اوكي اوكي عشان بس نركز واحدة. انا عملت كلاس اسمه يوزر، كلاس اسمه اكسبشن بيكسب اكسبشن، مفيش جديد يعني كل حاجة على وضعها يعني. بعد كده عملت كلاس اسمه سكيورتي، كلاس سكيورتي دوت باكج سكيورتي اسيت فيها كلاس اسمه لوجن. كلاس لوجن دوت في لينكد ليست فيها كل اليوزرز اللي عندي، لكنها هي الداتا بيس بتاعت الشركه اللي فيها كل اليوزرز اللي عندي، فيها فادي وريم ويوسف ومونا واحمد وخالد، في اسماء كل الناس وغدينا كل الناس، فديت الداتا بيس. عملت حاجه اسمها هاش ست فيها اليوزر نيمز بس. هاش ست دي بيستخدمها يعني بعض السيرش انجن زي جوجل زمان والحاجات ديت كانوا بيستخدموا الهاش ست، بتدور بسرعه اسرع من اللينك ليست واي حاجه، عشان هي زي الهاش تيبل كده، حط فيها الاسماء بس من غير الايه الباسورد بس. اليوزرز ديت لينك ليست اسمها يوزرز، فيها اليوزر نيم والباسورد بتاعت كل الناس، فيري كريتيكال يعني لو حد قدر يوصل لينك ليست ديت تبقى مشكله. فلو مثلا في الامتحان جاب لك سؤال زي كده والكانديت بابليك يبقى دوت ويكنس، لانها لو بابليك اي حد يقدر ياكسسها، لازم تكون برايفت، ولازم تكون ولا في ولا جيت ولا مش اي حد ياكسس الداتا بيت. طيب بعد كده عاوز اسمها ريجستر، ريجستر اللي هي زي ساين اب او ريجستر في اي موقع، عشان الريجستر بتضيف يوزر جديد، فبياخد اليوزر وبيتاكد ان الباسورد والنيم موجودين مش انتي، بعد كده بيضيفك على الليست وبياخد اسمك يضيفه على الهاش ست. لحد كده في اي مشاكل ولا واضح؟ واضح يا جماعه؟ نكتب واحد اسهل بواضح، لقيت كل الواضح نكتب واحد عشان اعرف بس الناس متابعه و خلاص. يبقى اللي احنا قلناه حضرتك عرفنا كلاس فيري سمبل اسمه يوزر، يوزر نيم وباسورد، عرفنا يعني كلاس اسمه اكسبشن بياخد اليوزر عمل اكسبشن، كلاس اسمه لوجن، لوجن فيه لسته فيها اليوزر والنيم بتاع كل يوزر، وهاش ست فيها الاسماء بس، قلنا فيها الاسماء بس عشان خاطر اقدر بعد كده اعمل سيرش بالاسم فيكون سريع زي ما هنشوف كمان شويه. عملت بس اسمها ريجستر، ريجستر دي معناها انه بيعمل اكونت جديد، فبيتاكد ان الباسورد واليوزر مش امتي، وبنضيف الكلام دوت على اليوزرز وعلى الهاش سيت اللي عندي. طيب بعد كده عملت بس اسمها لوجن، لوجن دي بياخد اليوزر ويشوف اليوزر نيم والباسورد موجودين وصح ولا لا، فلو لقى الاوبجكت كده بنال هيبقى كده فولس، وانت بنال اساسا انت جاي لي مفيش اوبجكت ايه خلاص. وبعد كده بيعرف اليوزر الكرنت ايكوال نال، بيعمل زي ما تقولوا كده لوب، بيبدا يتشيك. اول حاجه بيستخدم الهاش ست،
عشان لو هو اليوزر مش موجود ما تعرفش نفسك تعمل لود على اشوف الباسورد، لو من الاول مش موجود مش كده تعمل هاش سيت هنا، ولو هي بتكونتين الاسم بس هكمل، لو ما فيش الاسم هريترن ايه؟ هعمل مشكله اقول ان في ايه؟ اكسبشن. خلاص؟ طيب فمبدئيا كده هو هنا بيقول لو لقى الاسم موجود هيعمل ايه؟ هيخش جوه الليسته، يعني لو الهاش سيت فيها الاسم يبقى الاسم موجود، يبقى اليوزر دوت ان شاء الله موجود معانا، بس تعالوا نشوف الباسورد اللي داخليه صح ولا غلط. انا بس محط الليفل لازم تشيك اليوزر والباسورد صح. فيروح يعمل فور لوب يعدي على الاري ليست اللي اسمها يوزرز، يتشيك كل يوزر، يتشيك الاسم والباسورد، هل الاسم هو هو والباسورد هي هي ولا لو لقى الاسم موجود بيخلي النيم ايكوال، بيخلي بوليان نيم ايكوال خلاص تو، يتشيك الاسم اللي داخله هو نفس الاسم الموجود ولا ايه ولا لا. اوكي، وبعد كده لو النيم ايكوال يروح يتشيك الباسورد اللي في نفس الاوبجكت دوت، هل هي بتو ولا فولت ولا لو هي الموجوده يرجع ترو، دوت الهابي سيناريو ان اليوزر نيم والباسورد ترو. طيب لو طلع من اللوب ديت ولقى ان بس النيم ايكوال هو اللي ترو، يعني معنى كده ان هو نجح بس ان هو يلاقي النيم بس ما لقاش الباسورد، ساعتها هيطلع اكسبشن انفاليد باسورد، ان هو لقى النيم وما لقاش الباسورد، فهيراجع على اللوجن اكسبشن وهيبصيله حاجتين، هيبصيله تكست يتبع اسمه انفاليد باسورد، وهيبصيله الاوبجكت اللي عليه المشكله، هيبصيل الاوبجكت اللي هو لقاه اللي عليه الايه المشكله، هو لقى اليوزر بس لقى الباسورد غلط. بس الخطوره هنا كل الخطوره ان هو بصل الاوبجكت اللي اسمه يو دوت، يو دوت لما بصاب على وضعه بسلطاته وبرنامجه بكل حاجاته بكل مشتملاته، يعني بصاب اليوزر نيم بتاعه بالباسورد بتاعته اللي هي خزانه السيستم، لان هو لما لقاه هنا خلي بالكم لما لقى اليو هنا خلاص، لما جاب الاوبجكت اللي احنا بنتكلم عليه خلاص اللي هو اليو اللي هو بصاها ديت، هو جابها اللي هي اليو دوت باسورد اللي هي اليو ديت، وجابها بكل حاجه بتاعتها، يعني جابها باليوزر نيم بالباسورد. هنا الخطوره في الموضوع ان انا رميت اكسبشن الباسورد غلط، بس وانا بعمل اكسبشن بصيت لك الاوبجكت كله المتسجل عندي اللي هو موجود فيه الباسورد وفي اليوزر نيم. لحد كده واضح فين التريكه اللي ممكن تعمل مشاكل؟ خلاص مش سؤال بس بفتح معاكم الكلام، ان هو بين اكسبشن رمى اوبجكت في منتهى الخطوره، رمى اوبجكت فيه معلومات مهمه جدا. اوكي، والثرو ديت معناها الترميه الميثود اللي فوق. اوكي، نقولها تاني، انا طبيعي خالص اما اعمل لوجن، اللوجن معناه ايه؟ يوزر صح وباسورد صح، هو ده معنى اللوجن، يوزر نيم وباسورد، فيري سمبل. فاول حاجه بتشيك اليوزر نيم اللي موجود، ولو موجود بعمل بوليان اسمه نيم ايكوال واعمله بترو، ان اليوزر ان لقيت الاسم بس موجود. بس الاسم مش كفايه، لازم اخش تشيك الباسورد. لو لقيت الباسورد واليوزر نيم برجع ترو، ده الهابي سيناريو. لكن لو لوب خلصت، اللوب خلصت ممكن تخلص ان انا لا لقيت ولا يوزر ولا باسورد، او لقيت اليوزر والباسورد غلط. لو لقيت اليوزر يعني النيم ايكوال لقيتها صح وطلعت بره اللوب معناها ان الباسورد غلط، فبرمي اكسبشن، الاكسبشن ده اسمه انفاليد اكسبشن باسورد، وبديله الاوبجكت اللي هو يو دوت. الخطوره ان اليو ديت فيها كل معلومات الاوبجكت، خلاص فيها كل معلومات الايه الاوبجكت اللي انا اتكلم عنه، فدي الخطوره ايه بتاعه الاوبجكت. اوكي، لحد كده حد عنده سؤال؟ نكمل يا شباب، لو كل الناس واضحة حضرتك تكتب واحد، يعني لو الناس ماشية معايا عشان الناس تتأكد إن إحنا إيه في السيف سايد تكتب واحد. بقيت كل اللي واضح مع حضرتك معايا يكتب إيه؟ يكتب واحد. حضرتك لسه مش سؤال، احنا يعني ايه بنفتح كده الكود مع بعض ونشوف الايه يعني ايه بالظبط اللي بيحصل. بس طيب هو هنا اليو دوت اللي عمل له اكسبشن، هو اليو اللي انا داخل اللي انا بعمل بيه تيست، وهنا بيرمي اكسبشن. هنا بيقول لك ايه؟ ذا اند اوف ذا هايلايتد بارت، خلاص هو عمل هايلايتنج ليه يعني؟ في كاتش اكسبشن في الاخر ان هو بيرمي الكرنت. يمكن اليو ديت ما فيهاش مشاكل على فكره، ليه؟ لان اليو ديت هي اليوزر نيم والباسورد اللي هم بيعملوهم تيست.
انا دخلتهم في التيست عندي خلاص، دول اللي انا بعمل فيهم تيست ما فيهمش خطوره. الخطوره في الكارنت، لان الكارنت بتجيب من الداتا بيس بتاعتي، الكارنت بتجيب من الداتا بيس بتاعتي. الحمد لله. السلام عليكم. سلام عليكم. أرض زوسي. أنت كنت عندك سنتين. طيب خلص بس وأجيك إن شاء الله. ماشي؟ يلا. أوكي؟ أقف معايا في الصوت. ماشي؟ طيب. نرجع تاني يا جماعة، معلش الموضوع ده. فالخطير برضه موضوع الكرنت. الكرنت دوت راح جاب أوبجيكت من الداتا بيز بتاعتي وحطه في الكرنت، وهو بيعمل اكسبشن رمى الفاليد يوزر ورمى الكرنت دوت. فكونك ترمي وتعمل اكسبشن اوبجكت من الداتا بيز دوت ممكن يعمل مشاكل. تعال نشوف الكلام دوت هيظهر ازاي معانا في السؤال. دي في اول سؤال بيقول ايه؟ بيقول ايه في السؤال دوت؟ بيقول لي اسيوم لوجن اوبجكت ذات از باست انتو ميثود اوريدي هاز ريجسترد يوزرز. بيقول لك انا عندي ميثود جديده الهاكر هيستخدمها، الميثود ديت اسمها ماليشيوس، بتاخد اللوجن على بعضه كل المعلومات بتاعته. بيقول لك كمل البادي بتاع الميثود ديت و so that you manage to login as an already existing user. يعني هتعمل يوزر وتحاول تعمل بيه لوجن، بس حاول ما تدخلش الباسورد وشوف هتعرف تجيب الباسورد بتاعته ولا لا. خلاص؟ او حاول تجيب الباسورد بتاعته. الصوت واضح شباب؟ سامعين الصوت؟ صوت واضح؟ قال اللي هيحصل كالاتي، ان انا هاجي في الميثود ديت هو عايزني اعرف يوزر، فاعرف يوزر واسميه يوزر وباس، اسميه اي اسم، واعمل له ريجستر، وهحاول اعمل لوجن باليوزر من غير الباسورد. شوف هنا الهاكر بيعمل ايه؟ الهاكر دلوقتي خلاص ده مثال لكن هيحصل دلوقتي. انا افتكر نفسي ان انا عرفت يوزر عادي خالص وعملت له ريجستر. هحاول دلوقتي اعمل اللوجن والباسورد ديت انا مثلا مش عارفها، افتكر ان انا الباسورد ديت انا ايه مش عارفها. هحاول اعمل اللوجن باستخدام اليوزر نيم والباسورد فاضيه. فبالتالي هيحصل اكسبشن. الاكسبشن دوت هيجي لي فيه الاوبجكت اللي عمل المشكله، مش احنا الاكسبشن قلنا بيجيب لي الاوبجكت اللي عمل المشكله اللي هو الاوبجكت اللي فيه المشكله اللي هو ايدو بروبلم يوزر. خلاص؟ فهاخد الاوبجكت اللي عمل المشكله دوت اللي هو الكرنت اللي هو فيه كل المعلومات، هعمل بيه اللوجن مره ثانيه. فاللوجن اكسبشن هيشتغل، يعني اللي هيحصل ايه؟ التسلسل كالتالي، انا دلوقتي عملت يوزر وباسورد. اليوزر والباسورد دولت عملت لهم ريجستر. فالداتا بيس بتاعتي دلوقتي بقى فيها يوزر متعرف، اليوزر اسمه يوزر والباسورد اسمها ايه؟ اسمها باسورد. موجود لحد يعني موجود في الداتا بيس بتاعتي. وجيت اجرب اعمل لوجن دخلت اليوزر نيم بس، اكنك عندك اكونت في فيسبوك اسمه محمد خميس. فانت عارف اليوزر نيم بتاعه بس مش عارف الباسورد. فبتحمل على فيسبوك انك تدخل ايميلي بس ما بتدخلش الباسورد. هيحصل ايه؟ هيحصل اكسبشن لان الباسورد غلط. فلما يحصل اكسبشن، الاكسبشن للاسف بتاعنا بيرمي الاوبجكت الصحيح، لان هو لقى الكارنت لقاه فبيمسكه فبيديهولي. انا خدت الكارنت دوت اللي هو اكسبشن وعملت بيه اللوجن مره ثانيه. هيشتغل ولا لا؟ هيشتغل ولا لا؟ فعلا. يبقى انا كده عملت فول هايجاك او هاك على الداتا بتاعتي. ودي نتيجه غلط البروجرامر، سوري في الكلمه، مش فاهم بيعمل ايه؟ ان هو بيرمي اكسبشن وبيحط فيه الكومبليت اوبجكت، الاوبجكت الكريسم كارنت اللي هو فيه كل المعلومات. فانا ببساطه هقوم واخده واقوم حاطه في اللوجن مره ثانيه، هيشتغل. معلش اللي فاهم كده ايه يكتب ثلاثة، نغير الجو الواحد شوية، اللي فاهم الحتة دي يكتب ثلاثة. خلاص؟ ده كونسبت اوف هايجاك، ده حاجة يعني ايه من الحاجات المستخدمة. بنحاول عشان كده دايما هتلاقي السايتس الكبيرة. اه انا عرفت ان الجيسي بقى فيها حاجات حلوة في المحاضرات بتحصل. طبعا ما حدش يعمل أي هاكينج في المحاضرة اللي أنا فيها دلوقتي. عشان غد هيبقى عنيف. مش لطيف. طيب لحد كده يا شباب واضح خلاص. احنا دوت اول سؤال بيقول لك اعمل يوزر اوريدي ريجستر وجرب انك تريجستر اند دونت نوت باسورد، شوف هيقدر يعمل لوجن ولا لا. فانت تقدر تعمل لوجن بنفس اليوزر اللي رجع لك من الاكسبشن اللي هو هيشتغل.
لا يا معلم، الكرنت دوت هو اول واحد، وكل شويه بيحصل لي ابديت، كل شويه يحصل له ايه ابديت ابديت، يعني حتى لما الاقي النيم ايكوال بعمل له ايه ابديت، خلاص اجيب الايه الكرنت، الكرنت كل شويه يحصل له ايه ابديت عندي. طيب السؤال الثاني نمبر بي، well, is it possible to fix the problem by following in each of these cases? Explain how can we prevent malicious login or why it is not possible. هل انا عدلت في كلاس يوزر هيحصل تغيير؟ لا، كلاس يوزر في يوزر نيم والباسورد، لكن هو كلاس منفصل ما فيهوش الليست بتاعت الداتابيز. هل لو عدلت كلاس لوجن اكسبشن هيحل المشكله؟ اه طبعا، لان اللوجن اكسبشن حاليا بيرجع الاوبجكت خلاص اللي فيه الداتا، بيرجعها بكل معلوماتها، فبدل ما ترجعها بكل معلوماتها رجعها فيها نجوم، يعني وانت بترجع الاوبجكت لو عمل مشكله خلاص عرف اوبجكت بنفس اليوزر نيم، والاوبجكت ده حط بدل الباسورد حط في ايه نجوم، اللي هو ده بروبلم يوزر، لان هو حاليا اللوجن اكسبشن بياخد الاوبجكت اللي عمل المشكله، او هنا بياخد الاوبجكت اللي عمل المشكله اللي هو اتباظه وبياخد يحطه في الداتا بتاعته. لا انت ما تحطوش عندك، انت لما تحطه عندك اعمل اللي عندك اوبجكت جديد وحط فيه الباسورد بنجوم او باي حاجه عشان تتفادى الايه الموضوع ده، فده حل اللوجن اكسبشن. السؤال الاخير only modifying the registered user method، خلاص لو انا عملت ريجستر لليوزر ميثود ديت هل ده كويس؟ ممكن اخليها برايفت عشان محدش يشوفها، عشان مش اي حد يعمل ريجستر لاي يوزر ويشتغل عليه. طبعا ميثود بابليك، هو الراجل الهاكر عمل ايه؟ عمل اكونت مضروب وبعد كده عمل لوجن بالاكونت ايه؟ بالاكونت دوت يعني من غير ايه الباسورد، او ممكن يستخدم الباسورد، فممكن اخليها برايفت. اونلي موديفاي ذا هايلايتد بارت انسايد ذا لوجن، خلاص هو بيقول لك انا ممكن اعدل الجزء الهايلايتد اللي هو الجزء دوت بشكل معين بحيث ان انا يعني هاندل الموضوع دوت، او ممكن ان انا بدل ما اسيت الكرنت يوزر خلي اسيت الكرنت يوزر بس لما الاقي الداتا ايه بتاعتي، ما عملناش سيت كده في الايه في الاول. بص هو كان بيتكلم في الحته دي بتاعت سيتنج الكرنت يوزر ان هي تروح في الاول. طيب انا كده تقريبا خلصت كل اللي عايز اقوله، يعني اتمنى يعني نكون استفدنا ان شاء الله من حل الامتحان دوت. تمنيت لكم التوفيق الفتره اللي جايه ديت، حاول تقرا اسئله، تتاكد من الكونسبت، تحل اسئله بايدك، بلاش تشوف حلول. ان شاء الله الساعه 10:30 قدامنا وقت كويس ان شاء الله، يعني قبل الساعه 9 ان شاء الله. تمنياتي لكم التوفيق ان شاء الله، ولو في اي سؤال انا موجود كده لمده يعني ربع ساعه، ممكن على الماسنجر او هنا اقدر يعني اشرح لكم، بس لكن مفيش اللي كده السيشن، احنا خلصنا السيشن بتاعتنا. التوفيق ان شاء الله. ممكن اللي عنده مايك بقى يسألني، لو حد عنده مايك يعني تدي 5 وافتح له المايك، ممكن يسألني سؤال بقى وكده، او تناقش في حاجة مفيش مشكلة، لو حد حابب يتناقش في حاجة يعني. البرايفت والستاتيك والفاينلز، البرايفت والستاتيك والفاينلز. البرايفت يعني هما حاجات مختلفة عن بعض. البرايفت معناه ان الكلاس دوت من الميثود او الاتريبيوت هيتشاف بس جوه الكلاس، دي اسمها اكسس موديفاير، يعني انا بقول مين هياكسس ايه، فده معنى برايفت. معنى فاينل ايه؟ فاينل قبل الكلاس بتبقى فاينل كلاس معناه ايه؟
خلاص ده كان نوت دي اكستندد قبل الميثود تبقى الميثود دي نوت اوفر ريدن قبل الاتريبيوت يبقى الاتريبيوت ده بقى كونستنت يعني الفاينل اتريبيوت يبقى بقى كونستنت. لكن الاستاتيك عادة بقولها قبل الاتريبيوت لما اقول ستاتيك اتريبيوت معين الاتريبيوت ده هيتكريت مرة واحدة لكل الايه؟ لكل الكلاس. الجي اي احنا كنا اتكلمنا في الافكار اللي فيه فمحتاج منك انك تراجع الفيديوهات الجي اي والكونسبتس بتاعته تقدر لو شفت كود جي اي تقدر تقول ترسم الكود دوت هاي ليفل وتقول لو دوست على زرار معين الاكشن اللي هيحصل هيبقى عامل ازاي. ف ده اعتقد ممكن يجي حاجه زي كده. معلش يا يوسف سؤالك توصل ايه عن الانيمال والدوج؟ معلش لو توضح سؤال. لو حد عايز المايك يكتب خمسه يديله المايك. في فيديوهات الجي اي الستاتيك زي ما قلت لو بقول ستاتيك اتريبيوت فبتعرف مره واحده لكل كلاس يعني مثلا معرف لكل اوبجكت مثلا اعرف عايز اعرف فاريبل يعد لي عدد الاوبجكتس اللي عندي العدد دوت كاونت فالكاونت دوت يبقى ستاتيك انه الكاونتر ده مره واحده لكل الاوبجكتس مش هتكريت لكل اوبجكت. لو الميثود ستاتيك يعني ينفع تنده من اسم كلاس مش من انستنس فاريبل يعني مثلا عندي كلاس اسمه ماث ماثيماتكس ماثيماتكس سوري ماثيماتكس دوت يعني في ميثود اسمها باور لو هي ميثود عاديه احنا تنده لازم تقول ايه ماثيماتكس ان ايكوال مي ماثيماتكس وبعد كده ام دوت باور لكن لو الميثود ستاتيك تقدر تقول على طول ماثيماتكس دوت باور يعني تقدر تقول اسم الكلاس في الميثود فلو الميثود ستاتيك ينفع تنده مباشره من اسم الكلاس هو ده الميزه بتاعت الستاتيك ميثودز. لو حد عنده مايك وحابب يسأل سؤال برضه ممكن يفتحوا المايك يكتب خمسة وممكن يديله المايك لو عنده مايك شغال. ايوه يا يحيى هنا ال دي بتاعة ال two string animal new dog جربتها وطلعت ال two string طلع ال dog مش بتاعة ال animal. لو تكتب لي ال complete code هنا ممكن تبص عليه لو انت جربته ممكن تشرحه. عموما يعني في تيبل كده ظريف انا كنت بعته لو حبينا اشرح لكم الحته ديت التيبل دوت غريب جدا لو تفتكروا كنت بعت كده ممكن اشوفه ممكن طيب هو يعني خلي بالك انت لو عندك تو كلاسز بيكسندوا من بعض كلاس A وكلاس B خلاص بعد كده نشوف ايه كونسبت نشرح كونسبت ممكن نشير السكرين مرة تانية. خلاص على ايه نشرح كونسبت طيب انت لو عندك كلاس بلاش انيمال بقى كفايه انيمال كده شفنا انيمال دي كتير النهارده خلاص كلاس تيتشر اسالكم اسئله وتقولوا لي انتوا هتعملوا فيها ايه خلاص
دايما انا عندي دايما 3 حاجات. بس ركزوا معايا معلش، قدامنا كده 10 دقايق وهنقفل ان شاء الله. عندي دايما 3 حاجات، عندي pure employee بسميه ايه؟ يكون new employee. وعندي pure teacher بسميه تي يكون new teacher. وعندي ميكس بقى اللي هو employee parent لو كنا ركزنا x equal new teacher. سؤالي بقى لحضراتكم يا ريت تجاوبوني، لو انا عندي الميثود هنا في البيرنت هناخد الايه الميثود، مش ناخد ايه، لو عندي هنا ميثود في البيرنت فو وهنا ميثود اسمها فو، اوكي يا شباب. لو انا جيت هنا قلت لك خلاص اي دوت فو وتي دوت فو اكس دوت فو، فلو انا الوضع كان عندي عامل كده اهو وقلت اي دوت فو، قلت اي دوت فو هيبقى انهي فو بتاعت الامبلوي ولا بتاعت ال ولا بتاعت ال teacher؟ لو قلت كده ايه دوت فو هيبقى بتاعت ال employee. طب لو قلت تي دوت فو هيبقى عامل واحدة بتاعت التيتشر. طب لو شلت بتاعت التيتشر، ركزوا معايا، لو شلت بتاعت التيتشر وقلت له تي دوت فو، يعني شلت بتاعت التيتشر هيدي ايرور ولا هيشتغل عادي خالص؟ هيشتغل ويطبع بتاعت مين؟ البيرنت. يبقى هو من الاول بيشوف التشايلد، لو التشايلد فيه الأبناء. لو التشايلد موجود هيمضي للتشايلد، لو التشايلد مش موجود هشوف موجود في البيرنت ولا لا. طب تعالى ناخد الأخير ده ايه اللي عايزين نركز فيه سوا. لو أنا جيت هنا وقلت x دوت فو هيحصل ايه؟ x دوت فو من ده مين؟ التيتشر ده اوفررايد عادي. طب لو شلت بتاعت التيتشر في مشكلة؟ لو شلت ديت في مشكلة؟ قلت له اكس دوت فو كان عامل مشكلة؟ لا، هيطبع بتاعت الاثنين اللي هو بينهرت أول حاجة مش من تحت. طب لو أنا شلت بتاعت التيتشر بتاعت الـ بتاعت الـ بتاعت الـ الانتري كان في مشكلة؟ قلت له اكس دوت فو هيدي كومبايل ايرور بالظبط، لأن هو شايف الاكس ديت وقت الكومبايل تايم شايفها انتري، بس وقت الران تايم شايفها تيتشر، فهو بيكومبايل هيبص على الانتري مش هيلاقي هيدي ايرور مع ان التيتشر عنده، بس الكومبايلر هو شايف ان هو انتري لسه ما شافش الالوكيشن دوت هيدي كومبايل ايرور. طيب لو كنت جيت للتي للتي دوت فو وشلت البيرنت شلت ديت، هل التي دوت فو هيدي ايرور؟ لا عادي خالص، لان هو كلاس من نوع تيتشر، ف
هيبص على كلاس تيتشر هيلاقي فيه ايه؟ هيلاقي فيه اسم. فعشان كده كنا احنا لخصنا الموضوع دوت في التيبل اللي كنت حطيته على الجروب، وقلت لكم ده تيبل مهم جدا. التيبل ده بيقول الاتي: لو انت عندك هنا الميثود وعندك يا اما بيور بيرنت اللي هو اول واحد زي انت كده، او عندك بيور تشايلد، او عندك بوليمورفيزم اللي هو ميكس. ده خطير جدا. الميثود عادة لو انت بيور بيرنت دايما بتنده الميثود بتاعت البيرنت، لو في تو ميثودز بتنده بتاعت البيرنت. لو انت بيور تشايلد اول حاجة بيلوك فور تشايلد، لو نوت فاوند بيلوك بتشيك الايه؟ خلاص نكتبها كده لوك فور تشايلد، if not found تشيك الايه؟ البيرنت. البوليمورفيزم بيعمل ايه؟ وقت الكومبايل بيتشيك مين؟ البيرنت ولا تشايلد؟ البيرنت صح البيرنت. لكن وقت الران تايم بيندى على التشايلد if not found خلاص بي ابلاي ايه؟ بيستخدم بتاعت البيرنت اللي هو اوريدي شايك عليها قبل ما يطلع. فالجدول ده مهم جدا. الجدول ده يقول لك لو عندك ميثود لو كان بيور بيرنت اكيد تندى البيرنت، لو كان تشايلد بص على التشايلد مش موجود اندى البيرنت، لو بوليمورفيزم في كومبايلر بتبص على البيرنت، في ران تايم بتشيك التشايلد اف نوت فاوند بتابلاي الايه البيرنت. فتعال نشوف بقى الاتريبيوتس. افرض كان عندي هنا فاريبل اسمه سترينج نيم، ومن سوء الحظ يعني الاسماء خلصت مني سميت الاتريبيوتس اللي تحت سترينج نيم. خلاص ده فيه كلمة employee ده فيه كلمة teacher. ركزوا معايا بقى في الحتة دي. الاتنين اتريبيوت اسمهم ايه؟ employee. واحدة في class employee، واحدة اسمها name، واحدة في class name في class employee، والنيم في class teacher. ان شاء الله حاجة هنشرحها وبعد كده ان شاء الله هنقفل يعني نقفل نكلوز عشان اقفل الجدول. طيب لو انا جيت قلت لك اي دوت نيم، لو انا بيور امبلوي هيطبع امبلوي ولا تيتشر؟ هيطبع امبلوي ولا تيتشر؟ امبلوي لان هو بيور نيم. فانا بتكلم على الاتريبيوت، لو انت بيور بيرنت اكيد هتطبع الاتريبيوت بتاع الايه؟ بتاع البيرنت. ده ما فيهوش الكلام. طيب لو انت بيور تشايلد بيور تيتشر قلت لك اطبع لي مين؟ يا ترى هيطبع ايه؟ البيرنت ولا التشايلد؟ هيطبع البيرنت ولا التشايلد؟ يعني هيطبع امبلوي ولا هيطبع تيتشر؟ هيطبع التشايلد، هيطبع ايه؟ تيتشر. ده فعلا هنا هيطبع ايه؟ teach هيطبع ايه؟ child. طيب لو انت polymorphism يعني mix كده قلت لك اطبع لي النيم and px equal new teach هيطبع ايه؟ parent ولا child؟ في الميثود هو كان بيطبع للchild، كان في الران تايم تشيك البيرنت وفي الران تايم بيطبع للchild. هنا اطبع البيرنت ولا child؟ هيطبع employee ولا teacher؟ parent ولا child؟ teacher parent. اكتر هيطبع ال parent، وهنا بيختلف عن methods، ودي حاجة بنسميها shadowing. و actually هيطبع هنا ال parent هيطبع عكس ال method. ال method بتطبع لل child عكس ال method. ليه بقى؟ ليه دوت rule في جافا دي يعني دي يسموها جافا انهيرتنس رولز يعني. فالتيبل ده يا جماعه مهم جدا 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 يعني، ممكن تحل بيه بعض المسائل اللي فيها تريسنج برضه او كده، بيساعدك جدا في الحل بتاع المسائل دي. طيب
اخده كريفرنس عندك يعني. بس هستأذنكم إن أنا لازم أقف يعني لحد كده عشان ورايا حاجات تانية، وإن شاء الله لو عندي وقت أرجع تاني أبص على الفيسبوك لو في أسئلة ولا حاجة إن شاء الله أحاول أرد عليها. إن شاء الله كمان تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله ربنا يوفقكم بكرة ويكون لي امتحان سهل كده إن شاء الله، وإن شاء الله خير بإذن الله. تعينوا بالله دعواتكم كده إن شاء الله. آمين وإياك يا أبو حميد. نسوش بقى تطلعوا من الصدقة 50 جنيه، طلعوا صدقة بقى بعد الامتحان أو قبل الامتحان، الامتحان يعني أنت مش مش أوكي عشان حسبت إيه. أنت فعلا دايما الكورس بتاعتي بدي عليه قد رمزي أجر رمزي كده 50 مثلا جنيه ولا حاجة، طلعوا صدقة أي حد غلبان. الله المستعان. يلا السلام عليكم يا شيخ، إن شاء الله.